كده. شوط تاني من وجهة نظري مختلف تماما عن الشوط الاول، في اثاره كان ممكن اي فريق من الفريقين سواء الداخليه او فيوتشر يقدر يخلص المباراه في اي وقت. المباراه كان فيها نديه، فرص كتير جدا. الشوط التاني كانت ممتعه جدا. الشوط التاني صحيح. عايز اتكلم على نقطه في غايه الاهميه بالنسبه لفيوتشر، فكره اللعيبه اللي كان بيبتدي بيها فيوتشر هي قعدت، ثم لما نزلت غيرت المباراه. طب طبعا انا لعيبه هتخلص معايا وتجيب لي الثلاث نقاط وبتصنع الفارق في الشق الهجومي والدفاعي، كان لازم ابتدي هبدأ بيها من بيها. البدايه. ممكن ما اعرفش حسابات الكابتن تامر، ممكن تكون مريح لعيبه ممكن لعيبه مجهده. مجهده، ممكن بيعاقب لعيبه، الله اعلم. لكن في الاول وفي الاخر انا شايف التغييرات كانت نقطه الخمس تحول على فكره كبير. كابتن شادي، الخمس تغييرات هي لعيبه اساسيه، علي بالظبط، ما هو زعزع ده اللي انا، وغنام وفاروق وعبد الكبير الوادي وعلي ياسر. علي زعزع وغنام وفاروق وعبد الكبير الخمس الوادي وعلي تغييرات، ياسر، الخمس الخمسه لعيبه بيبتدوا دايما بيلعبوا معاه في اساسي التشكيلات الاساسيه. طبعا. انا رصدت حالتين، حاله الهدف وفرصه، الهدف الاولاني بتاع الداخليه. الهدف الاولاني بتاع ده وفرصه، ده ادي لعبه التحرك. وهنا عايز اقف، هنا عايز اقف، هنا الداخليه كان مقفل بشكل قوي جدا الشوط الاولاني، يعني اللعب ده. وانا قلت ايه؟ عشان تعالج ده تلعب من على الاطراف في تكتل عددي ضخم جدا، لازم تتحرك كره على الاطراف عشان تفتح المساحات للعيبه وتقدر ان انت تتعامل وتتعادل. بص، اول اللقطه دي الفريق كان لغايه اللقطه دي واقف صح، ثم ابتدى يتعامل في الفجوه. بص، لعيب بيرفع ايده وهو مش بص على اللعبه اصلا، غلط. ثم بص الكثافه العدديه، نلعب اللعبه عادي. بص الهدف بتاع محمد فاروق 10 على 10، لكن كل تمركزات التمركزات اللعيبه غلط. الدفاعيه صح. غلط. بص بقى الفرصه الضائعه دي كان ممكن بيخلص بيها ده الماتش، جون، ده نفس جون، الموضوع ده جون. ونفس اللعبه. هو الجون يا هو كابتن، هو الهدف بالظبط. بص نلعب اللعبه. بص برضو هنا دي لعبة الهدف. ده بص الهدف، ده بص الهدف يا كابتن شادي، ده الهدف يا الهدف. كابتن في شادي. لعبه بقى في لعبة بالظبط تانية شبهها. هو الهدف ماشي. بالملي، فده خطأ متكرر. ليه؟ لا مش دي، في لعبه ده اخترناها كانت في الانفراد. الدقيقه اعتقد ثلاثه و ده الانفراد. اعتقد ده لعبه، ده الانفراد الاخير. هي دي. هي دي يا كابتن. بص كام لعيب، انا عايز اثبت الصوره وابين لحضرتك قد ايه دايما بنتكلم على الاخطاء الدفاعيه، اللي انت بتقعد تبص للكوره وسايب المهاجم اللي هيجيب الهدف. خطأ متكرر في كل فرقه كتير جدا في الدوري، صحيح. وده الهدف. الفرصه دي لنفس الهدف اللي جه في الداخليه، نلعب الكوره. بص هتلاقي اللعيبه كلها باصه للي هيرفع الكوره. طب نكمل يلا. اللعبه. بص كام واحد، ست لعيبه على اتنين والفرصه راحت. صح. كانت الفرصه دي تخلص جون المباراه زي ما طبعا. طارق قال على الداخليه، باص لقدام صح، هنا فينيشنج ممكن زميلي اللي ورايا يقول لي اسيبها انا اضمنها اكتر. فهنا اللعيبه ما اتكلمتش مع خطأ دفاعي متكرر للداخلية. بعد الداخليه، ما كان قافل كويس الشوط الاول، ابتدى يبقى فيه ثغرات بعد التغييرات المهمه اللي عملها الكابتن تامر. تامر مصطفى كمان في فرصه في نهايه المباراه في الدقيقه 93، انفراد. انفراد تام لاحمد عاطف. اهي هي دي. بص الكوره، ده لاعب منتخب مصر المفروض يبقى مركز، بخلص انا فرقتي محتاجه الثلاث نقاط. التاني بكرر التغييرات، عملت افضليه في رؤيه، ادت افضليه هجوميه. هنا اتعاملت معاها ببطء، مش مجهز اعمل ايه كوره زي دي وانا رايح ابقى عارف الفينشنج بتاعي فين وحارس المرمى فين وهلعب الكوره فين، عاليه ولا واطيه، هل انا احط المدافع في ظهري من البدايه. لكن تعامل معاها من البدايه الاستلام في بطء، مدافع الداخليه رجع بمنتهى السرعه. فلو اتكلمت هنا وهنا هتلاقي كان ممكن الداخليه يخلص المباراه، وهتلاقي ان فيوتشر فيوتشر كان ممكن المباراة. يخلص المباراه. لكن علامه الاستفهام ان اللعيبه اللي هي بتبتدي دايما وبتدي افضليه هجوميه واستحواذ، الكابتن تامر قعدها ثم لما حس بالخطوره نزل بيهم الشوط الثاني. نزل بيهم، سواء بقى زي ما قلنا علي زعزع، غنام محمد، محمد فاروق اللي جاب الهدف، عبد الكبير الوادي وعلي ياسر. دي عناصر بتلعب اساسيه دايما، طبعا. وبيبقى في عناصر بتديني افضليه افضل من عناصر تانية ورجليها في الملعب. اسباب اللي هم يقعدوا اكيد ترجع للمدير الفني، ولكن لما في حاله نزولهم ادوا افضليه بشكل كبير جدا طبعا. وعدد فرص كتير جدا كان ممكن فيوتشر يخلص المباراه في اي وقت.